معذرة يا أبي، هل أيقظتك؟ لقد أخذت من السكر ثانية. كلا يا أبي، لم أخذ شيئا أبدا، صدقني. نعم، هيا لا تلعب داخل الدكان، هيا اخرج اخرج. الطقس حار، ارتدي قبعتك. لا يوجد أحد من الأولاد في الخارج يا أبي، لن يحدث شيء مسل يا إلهي. لا، لن أفعل، لن أعطيك المزيد من النقود، أتفهم يا توم؟ ولكن كيف لي أن أصطاد السمك بدون صنارة؟ لا داعي للصيد. أرجوك يا خالتي، هل سأمضي العطلة دون الذهاب إلى الصيد؟ غير معقول. وماذا فعلت بما أعطيته لك من نقود؟ ها؟ قلت لك أنفقتها. لقد اشتريت قطع السكر وغيرها، أليس كذلك؟ أجل، اشتريت بعض قطع السكر واشتريت. اشتريت ماذا؟ تبذر نقودك كلها على قطع السكر والحلوى، أليس كذلك؟ ولكني أشعر بالجوع بعد اللعب. لما لا تأتي إلى البيت لتتناول الطعام؟ ها؟ خالتي، لن أشتري السكر، بل سنارة، أرجوك. هيا. لا، أتفهم؟ لا. تفضل، ماذا عندك؟ هل لي بطلب خدمة منك يا ماري؟ وما هي؟ أتريدين الصدق؟ لن أخبرك بشيء. توم، انتظر. ماذا تريدين؟ لما لا تحدثني عما تريد؟ لا بأس، لم تخبرني بالأمر حتى تعرف ردي. ألا يوجد معك بعض النقود؟ بل عندي نقود. إذا أقرضيني 5 دراهم. هذه هي الخدمة؟ أجل. يا إلهي، يتوسل. أنا بحاجة لنقود لأشتري سنارة صيد. ولما لا تطلب من أمها؟ طلبت ورفضت. لماذا؟ لا أدري، ربما لأنها أعطتني 5 دراهم قبل أيام. هل أنفقتها كلها؟ أجل. وماذا اشتريت؟ أشياء مختلفة. تذكرت الآن، لأنني رأيتك أمام الدكان تأكل الحلوى مع أصدقائك. نعم، لقد أنفقت نقودك على هذه الأشياء. لن أعطيك المبلغ كي لا تبذره هكذا يا توم، فهمت ذلك؟ أرجوك أعطيني هذا المبلغ البسيط، أرجوك يا ماري. كلا، أرجوك، بل أتوسل إليك يا عزيزتي. ربما كنت سأعطيك المبلغ لو أردت أن تشتري كتابا، ولكن حلوى هذا غير معقول، لن أعطيك. سأشتري سنارة لصيد السمك. لا أظن ذلك. أنت لا تصدقينني. حقا لا أصدقك. لم يحصل توم على النقود، وذلك بسبب إنفاق الدراهم على الحلوى. ترى هل تستطيع ماري عدم تلبية رغبة توم وتوسلاته لها؟ تحرك يا سيد. توم، يبدو أنك لم تعلم بعد. ماذا؟ ستأتي فرقة مسرحية إلى القرية يا توم. حقا؟ متى ستأتي؟ لا أعلم. ومن قال لك ذلك؟
سمعت بعض الشبان يتحدثون في الأمر. ولما لم تسمع جيدا؟ لما؟ حاولت ولكنهم ابتعدوا فجأة ولم أستطع اللحاق بهم وسمع ما يقولون بعد ذلك يا توم. سأتأكد بنفسي من الأمر. فرقة يا أبا. ماري أعتذر لما قلته لك من كلمات قاسية. لا داعي للاعتذار، كنت على حق يا عزيزتي. تفضل. هل تقرضين للدراهم حقا؟ بل سأعطيك إياها. سأعيدها لك عندما تعطيني خالتي. سأعطيك المبلغ على أي حال، هل هذا جيد؟ تذكر هذه آخر مرة أعطيك فيها نقودا، لا تقل لسيد، فهمت؟ فهمت، آخر مرة. شكرا، شكرا يا ماري. استعني يا بيتر، ستأتي فرقة مسرحية إلى القرية. مرحبا. أهلا توم. أهناك فرقة مسرحية قادمة إلى القرية؟ نعم هذا الأسبوع. ما اسمها؟ لست مهتما بالمسرحيات ولا برغبة إلى متابعة الأعمال الفنية يا توم. هل يبنون مسرحا في الساحة؟ أظن ذلك، وصلت رسالة إلى كيلي بهذا المضمون. وهل يعرف كيلي متى سيصل أعضاء الفرقة يا سيدي؟ منذ فترة قصيرة وصلت رسالة إلى كيلي يطلبون فيها تجهيز بعض الأخشاب لبناء المسرح، هل فهمت الآن جيدا؟ إذن ستأتي الفرقة المسرحية بدون شك. أترغب في مشاهدة المسرحية يا توم؟ فليس هناك ما يسرني أكثر من هذا. والآن دعني وشأني يا توم. حاضر، ولكن أين ذهب بن يا ترى؟ أهلا، أهلا بالسيدة شارب. مرحبا. أريد شراء قطعة من السكر بدرهمين. 4 قطع لا غير، تفضل. هاك النقود. هل لي بالثوب الذي طلبته منذ بضعة أيام؟ بكل سرور. هذا جيد. مركب يتقدم إلى هنا. ستصل الفرقة بعد أسبوع أو أكثر كما قال والد بن. ما نوع المسرحية التي سيقدمونها يا ترى؟ أنا أفضل عرضا للسيرك بدلا من المسرحية. وأنا أحب مشاهدة المسرحيات لما تحتويه من خيال. حقا يا توم، إذن سنشاهد مسرحية فيها أمير وأميرة. وأنا أستطيع رؤية ملك أو دوق أو قرصان. ليس ذلك قرصانا حقيقيا، إنه مجرد تمثيل. الممثل البارع يؤدي دوره وكأنه في الحقيقة. أفضل مشاهدة القرصان الحقيقي لا القرصان المزيف. سيروا ببطء على ظهر المركب، تفضلوا. انتظر يا رشفور، لا تهرب، انتظر، انا قادم اليك. لست هاربا. انهما يتبرزان. حياتك بين يدي. انت وتقول ما تقول، سأركب هدفا قاسيا. انتظر، انتظر، هيا اذا.
مبارزة، يتبارزان، يجب أن يوصل بينهما. لم أرى مبارزة بالسيف من قبل. شابه الرجل الشاب. كلا، هو أقوى منه بكثير. نلت ما تستحق. انظري انظري، لقد هزمت صاحبك. حبيبي إدموند، حبيبي. سيداتي، آنساتي، سادتي، شكرا لحضوركم معنا. لقد شاهدتم الآن مشهدا من المسرحية المأساوية الكبيرة وردة روشفورت البيضاء، المسرحية التي نالت إعجاب الجماهير في كل أنحاء العالم، بطولة الممثل كين وزميله الوسيم الممثل القدير إدموند، برفقة رضا. والآن إليكم تحيات فرقة كلك التي قدمت عروضها في كل مكان ونالت شهرة واسعة، وقد أتت إلى بلدتكم لتقدم آخر أعمالها. أرجو لكم وقتا ممتعا معنا ومع فرقتنا المسرحية. كان مشهدا ممتعا جدا، ممتع ممتع. وغدا غدا سوف تشاهدونني أنا ديفيد كاليك رئيس الفرقة المسرحية وهذه الطفلة الموهوبة الصاعدة ليزيت. سنمثل سويا على خشبة المسرح. أخيرا وصلت الفرقة المسرحية. أخيرا، ستبدأ عروضها غدا. سيقيمون مسرحا قرب منزلنا. نعم، وما هي المسرحية يا ترى؟ هل لا أقمتم المسرح هذه الليلة؟ ولماذا طالما ستباشرون العمل بعد ظهر غد؟ علينا أن نجهز أشياء عديدة. انتبه، في الصندوق أدوات سهلة الانكسار. حسنا، أرجوك أن تبنيه هذه الليلة وسأدفع لك ما تريد. كلما بدأنا بسرعة كلما زاد عدد الحضور. حاضر. ليست صغيرة كما قال رئيس الفرقة، يقول إنها ممثلة صاعدة. إنها جميلة جدا. مرحبا، يوم جميل. أجل جميل، كذلك كان يوم أمس. أجل، هذا صحيح. سنمثل مسرحية هنا في الغد، هل تأتون؟ طبعا، سيقيمون مسرحا قرب منزلي. ستأتي إذا لمشاهدتها؟ سوف أأتي. وأنت هل تأتين يا عزيزتي؟ نعم، إذا كانت ستسمح لي أمي بالحضور. ستسمح لك بإذن الله. تعالي، المسرحية خاصة بالأطفال، تعالي. حقا ما تقولين؟ نعم، فرقتنا هي الوحيدة التي تنفرد بتقديم مسرحية للأطفال. المسرحية ممتعة وهي محزنة أيضا بعض الشيء. أنا أحب القصص المحزنة. شاهديها إذا. إن شاء الله، ولكن من سيحزن في المسرحية؟ أنا. سأعمل بقسوة بالغة. لماذا؟ لن أقول، ستعرفون عند مشاهدتها. ما هو عنوان المسرحية؟ ليزيت الفتاة الضائعة. ليزيت، اسمك ليزيت أيضا، ليس كذلك؟ أجل، ليزيت، لقد اتفقنا على كل شيء، والآن انتظري بجانب هذه الحقائب. ستأتي عربة لتنقلها إلى الساحة. اركبي العربة، سأذهب أنا إلى الساحة، وانتبهي جيدا للحقائب. حسنا. والآن هيا بنا. اسمعني، هل لك في مساعدتي من فضلك؟ كيف ذلك؟
لا تسأل هل تساعدني؟ قل نعم بكل تأكيد. هذا مكان مناسب لنضع الإعلان. حقا فالمكان هنا يزدحم بالمرة. تام أهلا بيكي. ماذا تفعلون؟ نلصق الإعلانات. إعلانات المسرحية؟ أجل اقرأي هنا. الآن فرقة ديفيد للفنون المسرحية ذات الشهرة الواسعة ستقدم عرضها الأول في 28 من تموز. شاهدوا كيم، إدموند، روزالين والطفلة العجيبة الممثلة الصاعدة ليزيت. اسم عائلتها يا ترى؟ ليزيت فقط. هذه هي ليزيت الطفلة العجيبة؟ لست عجيبة، هذا مجرد إعلان. تخلقين الإعلانات؟ شاهديها غدا. حاضر، التذكرة بثلاثين درهم للكبار وخمسة عشر درهم للصغار. حسنا. ماذا بك يا توم؟ يجب أن أشتري تذكرة للحفلة. بكل تأكيد. أوه يا إلهي، ماذا حدث يا توم؟ أمامي مشكلة كبيرة، لقد أنفقت نقودي على الحلوى. كم كنت غبيا غبيا. انتبه سأصدر الستارة. مرحبا. اهلا، شكرا على الاعلانات، اراك عدت مبكرة. لقد ألصقتها بسرعة، فقد ساعدني بعض الاولاد. اذا هل لي بخدمة اخرى؟ ما هي؟ هناك ثقب في الستارة الخلفية، هل اصلحتي؟ حاضر. تسمح؟ اهلا هيلا هوب هيلا هوب هيلا هوب هيلا هوب. اريد غسل يدي من فضلك. حسنا ساحضر لك بعض الماء. نعرض غدا. عارف تأتي؟ أجل أمثل فيها اسم ليزيت. ليزيت. أشعر بالنعاس. اذهب للنوم فلن يمنعك أحد. سأفعل ذلك. تصبحون على خير. تصبح على خير. خالتي. هل لي بطلب خدمة؟ ماذا؟ ألم تقل لي نفس الشيء هذا الصباح؟ حقا أريد منك خدمة يا خالتي. ماذا تريد؟ بعض النقود. لا نعطيك نقودا. ولكني أريد رؤية المسرحية، أرجوك يا خالتي. قرأت إعلانا عنها. لا شك أنها من المسرحيات التي لا يجب أن يراها الأطفال. لا أظن ذلك يا خالتي، فقد قيل لي إنها مسرحية خاصة بالأطفال ولا مانع أبدا أن يراها الكبار أيضا. لا نشاهدها أبدا. ولا أنا، ولكني أرغب. اذهب وحدك. ولكن لا أملك. لا تملك ماذا؟ ثمن التذكرة 15 درهما. ثمن باهظ، دعك من هذه المسرحية، أنفقت ما يكفي من النقود. أتوسل إليك يا خالتي أرجوك. كلا. مياو مياو. جئت أنت أيها القط؟
ماذا هناك يا هاك؟ توم، أريد منك خدمة يا صديقي. بخصوص المسرحية، أليس كذلك يا هاك؟ أخبرني. أجل، هلا أقرضتني 15 درهماً؟ وأنت أيضا. وأنا أيضا أريد مشاهدة المسرحية. خذ من خالتك. لقد رفضت. وماري؟ لن تعطيني نقودا. لن تشاهد المسرحية إذن؟ بل سأذهب مؤكد. كيف؟ هذا ما أفكر به. اسكت. هاك، دع الأمر لي، سأتدبر ثمن التذكرة. وداعا. لم يكن توم واثقا من أنه سيتمكن من تدبير المبلغ، ومع ذلك فإنه سيفكر في طريقة ما. يحاول توم حضور المسرحية ولكنه لا يملك ثمن التذكرة، فما هي الطريقة التي يفكر بها لحضور هذه المسرحية؟ هذا ما سنشاهده في الحلقة القادمة.